ارتكب تنظيم داعش المتطرف جريمة جديدة تمثلت في إحراق 19 فتاة أزيدية وهن على قيد الحياة في مدينة الموصل العراقية. وذكرت صحيفة ذا سان البريطانية أن عملية الحرق وقعت بعد أن رفضت الفتيات الأزيديات التحول إلى جاريات لدى مسلحي التنظيم، وأشعل التنظيم النار في الفتيات بعد أن وضعهن في أقفاص حديدية في إحدى ساحات المدينة أمام تجمع ضم المئات من سكان المدينة.